معرفة تامة أن الغرض الأساسي لعقد هذا الحفل الكريم الطيب المبارك هو إلقاء الخطب العربية الموجزة، فيتفضل أمامكم أحد من الطلاب المنتسبين بالنادي العربي التابع لهذه الجامعة الأخ محمد حامد، ويسعدنا بتقديم حول مكانه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه المناسبة السابقة يسرني أن أسعد بإلقاء بعض الجوب حول مكانة أصحاب رسول الله تفداد. قال الله تعالى تبيانا لشأنهم: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال أيضا: لقد رضي الله عن المؤمنين، أي عن الصحابة، إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم. أيها الطلاب الأكارم، إنهم رجال خير الناس بعد الأنبياء، استفاهم الله لصحبة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. كانوا يولعون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من والدهم وولدهم والناس أجمعين. فازداد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم واستماعا لأحاديثه. فهذه كلمات قالها رجل المقوس ملك مصر حينما عاد من لدن الصحابة: الموت أشهى إليهم من الحياة لإعلاء الدين والإسلام، جلوسهم على التراب، أكلهم على الركاب، أميرهم كواحد منه، النازل إليهم لا يعرف سيدهم من مسؤولهم، لا يعرف رفيعهم من مضيعهم، إذا حضرت الصلاة لم يتخلف عنها أحد، ويخشون لربهم في الصلاة. فقال المقوس: والله لو أن هؤلاء كبروا الجبال لأزالوها، ولو نازلوا الجن لأبادوها. وأخيرا أسأل الله تعالى أن يهدينا إلى ما سلكه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واكتفي بهذه الكلمات، وأخذ دعوانا عن الكلمات.